أعزائنا المشاهدين تحية طيب. تميز الوضع الجوي خلال هذا اليوم بظهور سحب كثيفة ومؤقتة رعدية بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة، حيث سجلنا إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال 10 ملم بالقيروان، 2 ملم بمهدية، وملمتر واحد بقفصة. كما سجلنا أيضا هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية بلغت أقصاها 57 كم في الساعة بالمهدية، وتراوحت حرارة قصوى بين 30 و 34 درجة بالشمال الوسط، سجلنا 31 درجة بتونس، وبين 34 و 39 درجة بالجنوب، وبرغت 40 درجة بالبرمة مع ظهور الشيب. خلال هذه الليلة إن شاء الله تتواصل التقلبات الجوية مع ظهور سحب كثيفة مؤقتة رعدية مع أمطار متفرقة، مع إمكانية أيضا تساقط البرد بأماكن محدودة. والحرارة ليلا تتراوح بين 20 و 24 درجة بالشمال الوسط، وبين 25 و 29 درجة بالجنوب. توقعاتنا الجوية اليوم الغد إن شاء الله سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مؤقتة رعدية مع أمطار متفرقة بالشمال الوسط، والحرارة قصوى تكون في حدود 34 درجة بتونس، 35 ببنزرت، 34 بزغوان، 32 بنابل، بالشمال الغربي 34 درجة بباجة، 32 بتبرقة، بجندوبة 35 درجة، 33 بالكيف، 34 بسليانة، 32 بتالة، 33 بالقصرين، بالقيروان 35 درجة، بسوسة 32، بالمنسير 31، 30 بالمهدية. الحرارة القصوى في سيبوزي تكون في حدود 35 درجة، 34 بصفاقس، 33 بقرقنة، 35 بجبس، 36 ببدنين، بقفصة 36 درجة، 38 بقبلي، 37 بتوزر، 38 بتطاوين ورمادة، 39 درجة بالبرمة، و 39 درجة أيضا ببرج خضرة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري بشمال تونس تتجه الريح جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، أي ما يعادل 30 إلى 40 كم في الساعة، والبحر قليل الاضطراب. بخليج الحمامات تتجه الريح جنوبية شرقية ثم شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة، أي معادل 20-30 كم في الساعة، والبحر يكون قليل الاضطراب. وبمنطقتي الشابة والجربة إلى غاية جرجيس تتجه الريح شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، أي معادل 20-40 كم في الساعة، والبحر أيضا قليل الاضطراب. إليكم الآن التوقعات الجوية لبعض المدن العربية والأوروبية. بنواكشوط بعض السحب 32 درجة، بالمغرب الأقصى طقس في استقرار 26 بالرباط والدار البيضاء، 30 بتلمسان طقس يكون صافن، 28 درجة بالجزائر أمطار متفرقة، عنابة 30 درجة، بطرابلس 34 درجة طقس صافن، 33 بمصراتة، 29 ببنغازي، 31 بالإسكندرية و 33 بالقاهرة، بالبقاع المقدسة و 42 درجة بالمدينة المنورة، و 41 بمكة المكرمة، 41 أيضا بالرياض، 40 بأبو ظبي، 40 أيضا بالدوحة، 38 بالمنامة، ببغداد 40 درجة، بالقدس الشريف 29 درجة الطقس يكون صافن، 27 بأنقرة أمطار متفرقة، بإسطنبول 25 درجة، 31 ببوخارست، 29 بأثينا، 26 بفيينا، بإيطاليا 28 درجة، بمالي باليرمو 29، بروما سحب رعدية، بميلانو 26 درجة، 25 بجنيف مع أمطار متفرقة، 27 بليون، 22 بباريس طقس يكون صافن، 25 بمارسيليا أمطار بتولوز مع 26 درجة، 26 أيضا ببرشلونة، 28 بمدريد، و 29 درجة بملقا الطقس يكون صافن. إليكم الآن التوقعات الجوية للأيام القليلة القادمة. يوم الأربعاء إن شاء الله سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط. الريح تتجه من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كم في الساعة، وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. البحر يكون قليل الاضطراب ومضطرب، والحرارة القصوى تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. يوم الخميس سحب عابرة على كامل البلاد وتكون محليا كثيفة بالشمال الوسط. الريح تتجه من القطاع الشمالي قوي نسبيا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد. البحر يكون مضطرب والحرارة في انخفاض. الشروق يوم الغد إن شاء الله يكون على الساعة 5 صباحا و 56 دقيقة، والغروب يكون على الساعة 6 مساء و 37 دقيقة. أوقات الصلاة اليوم الغد الثلاثاء 14 من ذو القعدة 1435، الصبح ابتداء من الساعة 4 صباحا و 27 دقيقة، الظهر ابتداء من الساعة منتصف النهار و 24 دقيقة، العصر على الساعة 3 مساء و 52 دقيقة، المغرب على الساعة 6 مساء و 39 دقيقة، والعشاء على الساعة 8 مساء و 6 دقائق. لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال على رقم الموزع الصوتي، زيارة موقع الويب، أو بعث رسالات قصيرة على الرقم 85 012. في الختام شكرا لكم على حسن الاهتمام، وإلى اللقاء.